عليكم خوتي وخواتاتي، اشخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. وبغيت نشكر الناس كاملين اللي اشتركوا في القناة واللي شجعوني واللي دعموني، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وبالنسبة للناس الجداد ولا اللي اول واحد كيشوف الفيديوهات ديالي ولا اللي كيشوف القناة ديالي، مرحبا بكم، وكنتمنى انكم تشتركوا في القناة وتدعموني اكثر. اليوم غنحضر معكم هذا الكيك اللي كيجي زوين وبومبي. تابعوا معايا المقادير. هنايا عندي 4 البيضات مع بياض ديال بيضه واحده، الصفر ديالها. غادي نحتاجوا الكريمه اللي غادي نسقي بها هذا الكيك هذا. وعندي هنا التفاح، 2 تفاحات متوسطين قطعتهم على هذا الشكل. وعندي هنايا معلقه ديال الخل اللي غادي نضيفها في الاخير. وعندي كاس ونص ديال السنيده، دائما بالكاس ديال العنبه باش كنعبر، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب، وجوج فاني، وثلاثه الخمارات. فاني غادي نحتاج وحده الخليط ديال الكيك ووحده الكريمه، والدقيق 13 معلقه مضبوطه في هذا الكيك هذا. تابعوا معايا الطريقه. والمكونات ضروري ما يكونوا على درجه حراره المطبخ، البيض والحليب. نمشيو على بركه الله لطريقه التحضير. هنايا بسم الله درت تقريصه ديال الملح، ودوك 4 البيضات مع بياض ديال البيضه، وكاس ونص ديال السنيده، وفاني. وغادي نطرب هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. اللي عندها طراب اليدوي تحاول انها تخدمهم مزيان، او الباتور بحال هكا، او الطراب الكهربائي، او مهم تخدموا هاد المكونات جيدا مزيان مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم وكيتغير اللون ديالهم. وفاش غادي نضيف الزيت غادي نبقى خدامه بنفس الطريقه. وكيف ما غادي تشوفوا معايا، فاش غادي نضيف الحليب غادي نحبس من التراب بسرعه بحال هكا بهاد التراب هذا. غادي نخلط غير بالتراب اليدوي باش ما كتفش لينا الكيك ديالنا، اولا كتجي متقصه كتبقى بومبي. بهذه الطريقه هذه كتنجح لينا الكيك. صافي، غادي نضيف هنايا داك الكاس ديال الزيت، وغادي نطرب مزيان كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ضروري ما نخدموا هاد المكونات في الاول، يطربوا مزيان 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 مع بعضياتهم، حتى بالطراب اليدوي نخدموهم مزيان. صافي، وفاش غادي نضيف الحليب كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نضيف حتى الدقيق. غادي نخلط غير بيدي بحال هكا، غير بشويه، ما نخلطش بسرعه، يعني بشويه حتى كيدخل داك الدقيق والحليب مع الخليط. بالنسبه للدقيق عندي هنايا 13 معلقه مضبوطه كيف ما كتشوفوا، يعني مقادير مضبوطه. وهاد الكيك هذا كيجي بومبي وكيجي زوين، وما كيجيش ثقيل او لا فيه الدهنيات بزاف، او لا يعني ما تقدروش تكملوا الا ذقتوه، كيجي بومبي وخفيف خفيف خفيف بزاف. صافي، غادي نضيف دوك 3 الخمارات ومعلقه ديال الخل اللي كنضيفوها حتى الاخير. صافي، وغادي نخلط بداك التراب اليدوي غير بشويه حتى كيدخل داك الدقيق في الخليط، وكنحصلوا على واحد الخليط اللي هو ماشي ثقيل، خليط خفيف كيف ما كتشوفوا بحال هكا. وغادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه هاد الكيكه هادي. وواحد النصيحه او الفكره اللي كندير انا قبل ما كنبدا نخلط الكيك ديالي، كندهن المول بالزبده والدقيق وكنخليه في الثلاجه. ملي كنخلط الخليط عاد كنجبد المول من الثلاجه وكنفرغ فيه داك الخليط. صافي كيف ما كتشوفوا، وقد ما علينا ايدينا وخوينا الخليط في المول قد ما كتجي الكيك زوينه وخفيفه وناجحه 100%. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نخبط مزيان على سطح العمل هاد المول هذا باش كتقاد لينا الكيكه وكتجي مقاده، ماشي جهه طالعه ولا جهه هابطه. صافي، وغادي نجيب داك التفاح، كنحاول نستف وحده حدا وحده بهالطريقه هذه، وكنبعد على المول ما كنقربهمش حتى
الجوانب ديال المول كيفما كتشوفوا، ولا بغيتو نتوما ديروا التفاح كامل في التورته، تبقى لكم الاختيار. انا غادي نديرو غير في الجوانب، وانتوما حسب الرغبه بغيتو تغطيوها كامله بالتفاح ممكن. صافي اخواتاتي كيفما كتشوفوا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هاد الجوانب كاملين بالتفاح، وغادي ندخلها الطيب الفران. خليته شاعل على درجه 200 درجه بالمروحه، وملي غادي ندخل الكيك غادي نقص نخليه غير على 180. وانا استغرقت ليا نص ساعه مضبوطه، نص ساعه طابت الكيكه ديالي كيف ما كتشوفوا مخدمه المروحه. وغادي نخلي النار على 180، والكيك ديالنا كنديرو في الوسط وكنخليه يطيب على مدة نص ساعة. صافي ملي كنحس بالكيك ديالنا ملي كيقرب يطيب كنمشي نوجد الكريمة اللي غادي نسقيوه بيها. بالنسبة للكريمة خواتاتي كيف ما كتشوفوا عندي هنايا داك صفر ديال البيضة، ومعلقة ديال الزبدة، ومعلقة ديال السنيدة، وفانيا. كنخلط بالتحريك الدائم بحال هكا، نخلطوا هاد العناصر على نار مهيله حتى كنحصلوا على كريم. وبصراحه هاد الكريم هذا كيجي زوين ولذيذ في هاد الكيكه هذه، كيعطيها واحد المذاق زوين ولذيذ. نتمنى تجربوها وتذوقوها وتشكروني. صافي خواتاتي هنايا الكيك ديالي جبدته من الفران، وهو يا مازال سخون، غادي نخوي عليه داك الكريم اللي وجدنا. ضروري فاش نجبدو الكيك ديالنا من الفران مباشره كندهنوه بالكريم وهو سخون، وكنحاول بهاد البانسو هذا ولا هاد الشيته كندهن الكيك كامل من الفوق. وبالنسبه للتزيين انايا درت البيستاش مهرمشتو ودرتو من الفوق. الا كان عندكم اللوز خضر حتى هو كتهرمشوه وكديروه من الفوق، اولا الكاوكاو حتى هو بالقشور ديالو خضر وديروه من الفوق، لاننا كنعاودو نرجعوها للفران وكنشعلو عليها غير من الفوق حتى كيتحمر لينا داك الفواكه الجافه اللي زيناها بها، يا لوز يا بيستاش يا كاوكاو اللي متوفر عندكم في البيت ماشي ضروري البيستاش. صافي غادي نرجعها للفران وغادي نشعل غير الفوق ونخليو البيستاش ديالنا حتى كيتحمر. صافي اخواتاتي ها هي الكيك ديالنا واجده كيف ما كتشوفوا، تحمرات من الفوق. وغادي نقطعها معاكم، كتجي بومبي وكتجي زوينه وخفيفه صراحه، كتجي خفيفه ما تقيلاش، يعني راكم شفتوا المقادير اللي فيها ساهله وبسيطه جدا، ماشي فيها شي حاجه اللي هي ما عندناش، يعني لهاد الكيك عادي، كيك عادي متواضع. كيف ما كتشوفوا صافي انا قطعت معكم هالطريف، شوفوا كيفاش كتجي من الداخل بحال شكل بونجا صراحة. هذا هو الكيك ديالنا بالصحة والراحة خواتاتي، وكنتمنى انكم تجربوها وتشكروها وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناة اللي مازال مشتركش، وكيف ما قلت لكم في الاول كنشكر الناس كاملين اللي اشتركوا عندي في القناة. السلام عليكم.